صباح الخير لكل مشاهدين برنامج يوم جديد، اليوم راح نكون معاكم من, من إدارة الأرصاد الجوية الأردنية مع السيد رائد رافد آل خطاب مدير إدارة الأرصاد والتنبؤات الجوية، صباح الخير وأهلاً وسهلاً فيك. صباح الخير لنا لك وصباح الخير لجميع المشاهدين، طبعاً بهذا اليوم الرصد العربي بدايةً اسمحيلي أنا أهني كافة الزملاء في يوم الرصد العربي وجميع كوادر الأرصاد الجوية في الأردنية وأيضاً كافة دوائر الأرصاد الجوية في الدول العربية بهذا اليوم اللي بيصادف 15 أيلول من كل عام فبنقولهم كل عام وأنتم بخير في عام 1950 على مستوى الوزاري في جامعة الدول العربية ففي هذا اليوم تم تشكيل اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية هو 15 تسعة واللي هو طبعا اليوم اللي اخترناه حتى كدول عربية تم الاتفاق عليه حتى يتم الاحتفال فيه بهذا اليوم لكل دوائر الأرصاد الجوية في الدول العربية شعار والبوستر اللي نازل احتفالا بهذه المناسبة فيه بصمة أردنية منحب نعرف التفاصيل أكثر منك طبعا فعلا كان احنا بالنسبة لنا كأرصاد جوية أردنية سعيدين جداً انه ندخل ضمن منافسه بين كافه الدول العربيه كل سنه دخلنا في مسابقة ضمن مجموعة من الدول العربية حوالي خمس دول عربية دخلت ضمن منافسة بتقديم لوجو وتقديم مقترح لهذا العام عام الثلاثة وعشرين بحمد الله كان الإجماع من كافة الدول العربية أنه الشعار واللوجو وال المقترح للاحتفال لهذا السنه اللي هو قدمته الارصاد الجويه الاردنيه وطبعا هذا احنا احنا جويه اردنيه نكون سعيدين لانه هذا الشعار سيعمم على كافه الدول العربيه بحيث انه في 15 تسعة اللي هو يوم الجمعه راح يكون كل الدول العربية تستخدم هذا الشعار واللوجو وهذا طبعا احنا جوية ويضيب بكون سعيدين جدا انه دخلنا بهيك منافسة وقدمنا شعار تم اعتماده في جامعة الدول العربية سيد رائد مبارك لكم هذا الانجاز ويمكن هذا الشعار هو رسالة واضحة على اهمية اليوم الطقس والتغيرات اللي عم بتصير على كافة العالم بموضوع الارصاد الجوية وتقلبات وعدم استقرار الحال الجوية اليوم لما احنا عم نحكي عن المناخ وعم نحكي عن هاي التغيرات هو لها دور كثير اساسي الجهود اللي انتم بتقوموا فيها هي جهود مشكوره وجهود لا يستهان فيها بس خلينا نحكي للي عم بيسمعونا اليوم سبب الاحتفال بهذا اليوم وشو الاشياء الاحترازيه والتنبؤات المستقبليه اللي بتصير من خلالكم السنة هاي زي ما احنا شايفين الطقس والمناخ والامن الغذائي احنا زي ما احنا شايفين انه هالتغيرات المناخيه اللي قاعده بتحدث في العالم فركزنا على انه لا بد أن نوضح للناس مدى أهمية اللي قاعد بيصير بالنسبة للتغيرات المناخية وشو تأثيراتها وأخذنا جزئية مهمة طبعا بيأثر بكافة القطاعات لكن السنة هاي إحنا قلنا خلينا نتفق كدول عربية نركز على الأمن الغذائي فربطنا الطقس والمناخ والأمن الغذائي حتى نوصل للناس أنه مناخنا يتغير هذا المناخ تغيره راح يكون له تاثيرات كثيره على جوانب كثيره ومنها الامن الغذائي يوم بيوم الرصد العربي يعني هذا يعني زادنا سعاده صراحه مشاركه التلفزيون وهو يعتبر شريك اساسي مع الارصاد الجويه الاردنيه فبشكركم وبشكر فريق يوم جديد تغلبنا كل يوم وكل عام وانتم بخير وبنشوفكم ان شاء الله دائما بتطور وتقدم وبنفتخر بالتلفزيون الاردني احنا كارصاد وهم شريك اساسي بالنسبه النا يوصلوا المعلومه للناس فشكرا لكم اكيد بدنا نشكرك سيد رائد على كافه هذه التفاصيل كل عام وانتم بخير وكافه العاملين كمان جهودكم مشكوره ومباركه وبدنا نقول للمشاهدين كل سنه وانتم سالمين جميعا والطقس والمناخ له دور اساسي في كافه تفاصيل حياتنا فكل سنه وانتم سالمين